مزيكا فام الإذاعة الأولى في تونس. معتصمين عنا توا 3 ايام هنا في سبيطار الغالبة على الماكينة السكوبية ذي اللي عادمة، ما فماش عمليات في مستشفى ابن جزار في القيروان اللي تيح توا باش يعمل عملية استعجالية، ما فماش عمليات 5 ايام العباد قاعدة تستنى. يا ولدي استغاثة الى السيد وزير الصحة، استغاثة الى رئيس الجمهورية، استغاثة الى من يهمه الامر. يا ولدي راهو سبيطار الغالبة في قروان 700,000 ما عندناش باش نعملوا عمليات، راهي القراوة زواولة، راهو ما عندناش، يا ولدي راهي العباد ما عادش عندها فلوس باش تاكل، باش تخلص الماء، باش تخلص الضوء، إنسان يجي مكسور حالة استعجالية، ما عندوش باش يعمل عملية لبرا، يقولوا له برا اخرج لبرا هذاك اللي موجود، ما فماش عمليات، شكون المسؤول؟ راهو باش يحاسبكم ربي نهار آخر. نحبوا لفتة للقروان من جميع النواحي واضحة متردي، نقص فايدة في التجهيزات، نقص فايدة في الموارد البشرية، في اختصاص مساعدي الصحة، نحبوا لفتة من وزارة الإشراف، من وزير الصحة ينظر لنا في ملفنا ويحل هنا بصفة نهائية، رانا ما عادش نجموا نستناو، ورانا مش نتراجعوا، مش نواصلوا في اعتصامنا، باش نساعدوا أكثر حتى اللي نوصلوا لحقنا. يلزم يشوفوا لنا حل في أقرب الأجال، الناس ملوحة في إدارة جهوية بصغارها، الناس حبالة، لماذا باش يقعد الوضع هذا؟ علاش التهميش والتحقير لمهنتنا؟ نحبوا يشوفوا لنا حل.